المهندس الأستاذ ياسر عبدالله. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا. الفشل يبدأ حينما تكتفي بمهاراتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة تانية وبنتكلم في تدريبنا، او تدريبنا النهاردة هو مكمل لتدريب اللادرز والستيرز. وخليني في البداية طبعا نأكد على جودة الصوت وان السبورت تريننج السلايد ظهر على السكرين عندك. وقلنا ان بتختلف انواع السلالم، وفي الشركات يعني في تكنولوجي باستمرار وتحديث للصناعات المتعلقة بالسلالم علشان تتكيف مع الظروف. لو بصينا للسلم ده، ده يتكيف مع الظروف، يعني نقطة التعليق من اعلى، يعني مثلا ده ممكن يعني شبيه للادرز بتاعت السويمينج بولز اللي هي حمامات السباحة. طبعا ما محتاج اكسس عشان ننزل، ومحتاج طبعا وسيلة عشان يبقى للريسكيو او الانقاذ، ولكن احنا بنتكلم عن الاكسس دلوقتي. ولكن الاكسس هو للوصول. ممكن الاكسس طبعا يستخدم، وعادة بيستخدم في الوسائل الخاصة بعمليات او الادوات الخاصة بعمليات الانقاذ، حسب كل طبيعة نشاط او حسب كل ظروف موجود. طيب بص على السلم اللي موجود دوت. لا ده السلم ده يعني بيقدر ان هو يدينا تو ليفل علشان يديني ستريت بلاتفورم الشخص يقدر يقف عليها. ويمكن دائما بيبقى في اعمال في اللي هي بنسميها الكوبيستا، او في بعض الصيانات او بعض الاعمال او دهانات او تغيير لمبه او اعمال في الكهرباء وات ايفر اللي موجود، محتاجين ان احنا نبقى واقفين على مكان ستريت. مش احنا قلنا علشان تحقق الاستقرار لازم يكون في بلاتفورم تساعد قدم رجلك ثم تديك حرية الحركة، او ان هي كمان تبقى زيرو ليفل ستريت فيها ستابيليتي مستقرة. لو بصينا للصورة اللي واضحة قدامنا ده الكلام او الصورة بتوضح الكلام اللي انا بقوله. بص الفكرة هنا هو عمل كاستوم ستيرز او كاستوم لادرز عشان يتوافق مع ظروف معينة، وهكذا برضو السلم الاخر. واحنا قلنا ان الجوشة بتقول لك لو وجدنا فرق ما بين مستويين في موقع الانشاءات 19 بوصة اللي هو 48 سنتي او اكتر، يبقى لازم بيبقى فيه ايه؟ في اكسس، في طريق وصول. طريق الوصول دوت ممكن يتعمل من اللادر، او ممكن يتعمل من الستيرز، او ممكن يتعمل من الستيبس. يبقى انا كده اتكلمت عن ثلاث عناصر مهمه جدا بنستخدمهم في الاكسس: اللادر اللي هو السلم، الستيرز، ودايما نقول الستيرز بالجمع لان هي مش درجه واحده، هي ايه؟ درجات، او الستيبس اللي هي الخطوات، وهنتعرف على الكلام ده. بص كده معايا، ادي الايه؟ دي الستيبس. الستيبس يعني انا عندي مكان ليفل اعلى كده مثلا 50 سنتي 70 سنتي من الارض، وان المكان دوت مش هحدد له جاست اكسس، مش عايز له اكسس بس متر او 2 متر، لا ده انا عايز اطول الاكسس بتاعي. فانا هعمل ايه؟ هعمل ستيبس. فتلاقي مثلا لو انت في بيئه انشائيه تبقى محتاج ان فريق السقالات ان هو بقى يبدا ان هو يشد لك شده، او لو عندك ورشه للنجاره فورشه النجاره بتشد لك شده علشان خاطر ان هي تعمل لك ايه؟ ستيبس درج. ان الستيبس يعني طول الستيب الواحده ممكن يبقى متر 2 متر 3 متر 4 متر. اما الستيرز فهي الدرج زي ما احنا شايفين، يعني ده برضو يعتبر بالنسبه لي ايه؟ درج، تمام، زي الدرج اللي احنا بنستخدمه في الاستراكشر بتاعه الايه؟ السكافولدنج. يعني في بنعمل سقالات ونضطر ان احنا نعمل اكسس مخصص لهذه السقاله، لان السقاله دي على ارتفاع وعليها عاملين كتير جدا وتستخدم لاعمال على ابعاد. فانا عايز اعمل مش مجرد لادرز سلالم تطلع بس، لا ده انا عايز اعمل ستيرز بمصاطب بريست بلاتفورم عشان الناس تقدر تشتغل باريحيه. يبقى المكان اكنه طالع مبنى مش طالع مجرد سقاله، يعني بيتعب وفي اعاقه اثناء الايه؟ اثناء الصوت. لو بصينا في الصوره الثالثه او السهم الثالث اللي ظهر ده بيوضح ايه؟ بيوضح اللادر. يبقى احنا اتكلمنا عن كم عنصر مهم جدا من عناصر ومكونات الاكسس: الستيبس او الستيرز او الايه؟ او اللادرز. سلالم زي السنجل لادر، زي بلاتفورم لادر، الروب لادر، الستيب لادر، تكنولوجي دي موجوده، اكستنشن لادر والتشيكن لادر. يمكن التشيكن لادر ده نوع من انواع السلالم المهمه. يعني احنا اتكلمنا عن اللادر صح؟ ايوه. اتكلمنا عن الستيرز تمام، اتكلمنا عن الستيبس تمام. طب نوع رابع اللي هو الايه؟
الرامب اللي احنا بنقول عليه التشيكن لادر، اللي فيه بعض الظروف انا لازم ان انا ما ينفعش اركب لها اعمل الاكسس من اللادرز، ما ينفعش اعمل الاكسس من الستيرز، ما ينفعش اعمل الاكسس من الستيبس، فانا محتاج ان انا اعمل اكسس من الرامب. يبقى عندك كام كده، كام نوع من انواع السلالم؟ ادي اربعه، وكل نوع من الانواع فيه في تعدديه تقدر كمان تختار منها اللي يتناسب مع الظروف. طبعا عندي حفر، في الحفر دوت وفي ميول هستخدم مع الايه التشيكن لادر، وزي ما واضح كده بيقول لك ان النسبه او الريشيو بتاعت ميول البلاتفورم من واحد لايه لتمانية، يعني المسافه دي واحد والمسافه دي ايه تمانية، المسافه دي واحد والمسافه دي تمانية، زي ما المثلث ده بيوضح. معنى كلامي ايه؟ لو ان ارتفاع المكان دوت 2 متر، يبقى انا لازم يكون الرامب دوت اضرب 2 في 8 يبقى ماشي معايا 16 ايه 16 متر. وطبعا يفضل ان هو يتعمل له ايه دروب زين. على فكره التشيكن لادر او الرامب لادر دوت اللي احنا عاملينه دوت ممكن يبقى بهذا الشكل بس كده، وفي اسفله الارض نفسها، الميول نفسه، التراب نفسه بتاع الايه بتاع الحفر، او ممكن يبقى بهذا الوضع. احنا عايزين نعمل ايه شده معدنيه عشان نعمل عليها التشيكن لادر. وممكن لو انا هستخدم المكان دوت عشان مثلا عندي البراويطه او عندي بعض ال الماشينز او بعض التولز اللي انا بستخدمها عايز انزلها للمكان ده او ارفعها للمكان دوت، تلاقيني ان انا بخف السدابات اللي موجوده ديت، تمام، علشان اقدر احرك الويلز العجل بتاعه هذه الادوات، وانا السدابات دي هتبقى بالنسبه لك ايه كفواصل اقدر ان انا اتحرك عليها واقدر اثبت عليها رجلي اثناء الايه اثناء النزول. المهندس الأستاذ ياسر عبسطاي. انت في ايدك تحمي الناس، السلامة اولا، مرجع علمك مبني على اساس السلامة اولا.